بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية والتقدير للسادة المشاهدين في كل مكان تابعونا عبر شاشة قناة النيل الأزرق، وإن شاء الله نبتدي معكم مشوار مساء جديد. مساء النور عليك أمجد، تحياتي مشاهدينا، وبسم الله نبدأ وبمتابعتكم دائما نسعد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، واستعراض لأهم أبرز ما يعرض من فقرات لهذه المساء. مبادرة الطريق إلى المستقبل دور فقراتنا اليوم في أمسية مساء جديد. اللغات جسر التواصل بين الشعوب، ستكون حاضرة معنا ضيفة مميزة أيضا، وتتميز واحدة من اللغات المميزة، سنتعرف عليها في ثاني فقراتنا لهذا المساء. حبايبك نحنا سيدنا جليل حنان، يا أعز الناس حبايبك نحنا سيدنا جليل حنان، العمر زادت خلاوته معك صالح للزمان، يا أحن التمجيد لملامح المرأة السودانية في الأغنية السودانية، ده آخر فقراتنا اليوم إن شاء الله في مسيرة مساء جديد. ثلاث فقرات نتجول من خلالها أنا والزميلة أمجد نور الدين، تابعونا وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نلتقي بعد الفاصل لنرحب بضيوف فقرتنا الأولى، خليكم معنا.